على إذاعة جامعة الخرطوم تتابعون رموز وأفكار، نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم. إنهم أثر الحياة العلمية الأكاديمية والمعرفية، عملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام. رموز وأفكار من إعداد وتقديم محمد القاسم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في الحلقة الخامسة من برنامجكم الأسبوعي رموز وأفكار عبر أثير جامعة الخرطوم، صوت العلم والمعرفة على موجة FM 93.3. نواصل فيها الحديث مع البروفيسور خالد ياجي، أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب والناشط النقابي والسياسي في انتفاضة رجب أبريل 1985 ونقيب أطباء السودان الأسبق ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي والانتفاضة ومؤسس مشارك لحزب المؤتمر الوطني في الديمقراطية الثالثة. أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى بروفيسور خالد ياجي. بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله. بروفيسور خالد ياجي، ما زالت الدراسة في كلية الطب جامعة الخرطوم لمدة 6 سنوات، بينما في الجامعات الأخرى خاصة الحكومية والخاصة 5 سنوات. ما هي الميزة النسبية لنظام طب جامعة الخرطوم بإضافة سنة إضافية مقارنة مع غيرها من الجامعات؟ طيب شوف، يعني الواحد لما يعاين، أنا بفتكر الناس اللي أسسوا لهذا النوع من التعليم كان الهدف بتاعهم كان جودة التعليم الطبي، لأنه يختلف عن أي نوع من التعليم. في الآخر أنت مرتبط بحياة الإنسان، ده معناها احتمال الخطأ ما زي الخطأ في أي مهنة تانية، إنه بيؤدي إلى كارثة كبيرة أو على الأقل يمكن الزول يموت. معناه أنت عايز الشخص يكون مجود الطب ده علما ومهارة وتجربة. فعشان كده كان الدراسة في الأول بيدرسوك، بتدرس أنت العلوم الأساسية اللي هي سميها فيزيولوجي، اللي هي علم الطبيعة والإنسان، بعد كده بتجي تدرس الكيمياء بتاعت الإنسان بايو، بعد كده بتدرس العلوم، بعض العلوم يعني تاخد بعض علم النبات. ده بيأسس لك قاعدة علمية قوية جدا في أي شيء لي قدام. بعد كده حتى تدخل في دراسة الطب كمادة عملية فيها، فده بتدخل بعد كده في دراسة التشريح، دراسة العلوم الأخرى اللي أساسية دي كلها. لو أنت ما جودتها صحيح في الآخر أنت بتبقى، أنا برات أقول لهم والله يا جماعة أنت لو ما جودت دي حتى تشتغل طب كزول ساي. يعني أنا أذكر يعني في مرة ما أستاذنا رحمة الله عليه البروفيسور تجاني الماحي، لما مرة التقيت به وأنا يا دوبك داير بداية الطب، فبعدين قلت له أنا داير أعمل جراحة وكده، فقام قال لي أنت عايز تبقى عالم ولا تكنيشن؟ فالعالم ده قال لي بعد ما تبقى عالم أمشي كوس باقي الطب. فده بيوريك إنه العلم مهم. عشان كده الدراسة بقت 6 سنوات، بعدها بيبتدي يقضي العلوم الطبية الممارسة وتمشي فيها، وده أفتكر شيء جيد جدا. يعني حس ارتبطت إلى حد كبير الناس بالزمن، إنه عايزين يخرجوا الناس قوام، عايزين يشغلوهم، يمكن العدد داير يزيد العدد بتاع الطلاب، لكن في الآخر أنا ما داير عدد، أنا داير جودة. وده بفتكر رأيي في حكاية الست المجلس سنوات. المجلس الطبي رأيه شنو؟ طبعا المجلس الطبي يعني إلى حد كبير ما كان عنده السلطة في إنه يقال، كان بيقترح، ولذلك ما انتقد أبدا الفترة بتاعت 6 سنوات،
لما جات الخمس سنوات في بعض الجامعات عدد كبير من الأساتذة يعني اعترضوا عليها إن حق المسطرة بتاعتنا تكون جامعة الخرطوم، وده ما دروا يعني نحن ليه نحن نمشي مثلا أفرض بدرسوا ثلاثة سنوات، ما أنت ممكن تدرسوا في ثلاثة سنوات إذا أصل الحكاية درس وكده. فدي يعني أنا بفتكر عشان المجلس الطبي ما كان، يمكن يكون بعد كده الوضع تغير والمجلس الطبي يكون عنده آراء في تعليم الطب ذاته. نعم إن شاء الله. بروفيسور خالد ياجي، ممكن دراسة الطب في الجامعات الأمريكية بيتم بعد الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم لمدة 3 سنوات، بعدها يتم قبول الطالب في كلية الطب. حدثنا عن هذا النظام مقارنة مع النظام البريطاني الذي نعمل به نحن في كلية الطب. طبعا النظام الأمريكي أنا ما عارف، هم في الأول يجب أن يدرس علوم، أيوة. بعد ما خلص العلوم حتى يبتدي يدرس يدخل الطب. يمكن هي الفكرة بتاعتنا هنا إلى حد كبير قريبة من كده، إنه نحن بست 6 سنوات عشان ما في السنين الأولى يجود العلوم اللي لها علاقة بالإنسان وتكوين الإنسان وكذا، بعد كده يمشي لله. ده الشيء اللي نحن مشينا به. الجامعات البريطانية مشينا نحن طبعا جزء منها، نحن عملنا بنظامها هي اللي هو ده، وأنا بفتكر يعني يمكن ده أحسن. لكن المجال الأمريكي بديك بعد ذاك إنك أنت ممكن تسيب الطب وتمشي للعلم، البحث العلمي البحث اللي هو ليس بالضرورة في الطب، ولكن ممكن تمشي مجالات تانية أخرى، وده يمكن الجانب الأمريكي اللي بيخلي الطبيب هناك يطلع عالم، هو بعدين هو بالعلم ممكن يمشي لبعد ذاك للطب، يمكن ده الجانب الأمريكي. نعم. بروفيسور خالد ياجي، هنالك آلاف الخريجين من الأطباء الجدد بدون عمل رغم الحاجة الماسة لهم في المستشفيات خاصة في الأقاليم والأرياف، كيف يمكن استيعاب هؤلاء الخريجين عبر مشروع قومي وهناك سوق عمل كبير ونامي في بلدان الجوار الأفريقي؟ أنا أفتكر يعني رأيي في الطب في حاجة مهمة جدا، إنه نحن آلاف اللي بتخرجوا ديل دراسة الطب ليست كالدراسات التانية، حق من الأول في ناس كثيرين درسوا الطب وسابوه ومشوا لحاجات، وهذا عدد كبير جدا، يعني ما تفتكر إنه كل الآلاف المؤلفة دي حيستمروا في الطب، لأنه في الأول إنك تدرس الطب ده حاجة أنت بتقررها بعد تجربة. عشان كده كان زمان أهم شيء كان في للطلبة اللي حيدخلوا الطب كان في المعاينة، بيقعدوا عدد من الأساتذة في الكلية ويعاينوا الطلاب، بيسألوهم أنت عايز تدرس طب ليه، عايز رأيك شو، لأنه ده اللي بيحدد أنت فعلا دار تدرس طب من أجل الطب، واللي أنت دار تدرس طب لأنه شايف الدكاترة تفتكر أنهم ده مجال قروش، ولا تفتكر انه ده مجال حاجة في المجتمع بتاع، دي كلها بتحدد انت داير تدرس طب ليه ولا لا. الحاجة الثانية الآلاف المؤلفة دي، انا افتكر ان احنا عندنا سوء تنظيم وبعدين عدم معرفة ببلدنا. يعني الليلة انا لما مشيت اشتغلت في مثلا سي في الضعين، ولا اشتغلت في كتم، ولا اشتغلت، لقيت يعني ده مجتمع انت بيأصل الحكاية في الآخر عيشة وخدمة. فحسيت بأنه معظم الشباب اللي بيدرسوا ديل عايز يقعد في الخرطوم لأنه بيفتكر الخرطوم دي هي المحل المناسب لكل شيء، لكن احنا في الأول ما عرفناهم بالأقاليم. جامعة الخرطوم كان عندها زمان في جزء من الدراسة بتاعت الطلاب في السنة الخامسة، كان عندنا في دراسة الطب جزء من الأعمال اللي بيعملوها الطلاب في رحلات، الرحلات دي بتتوزع لكل مناطق السودان، الطلبة بيمشوا بقضوا لهم شهر بيعرفوا الأقاليم، بيعرفوا القرى، بيعرفوا الأحياء، وبحس بأنه الخدمات هنا يا سلام أنا ما أجي أشتغل. وحتى يعني في ناس كتير زمان أنا أذكر
أن إحنا بنتنافس واحد يقول لك يا أخي أنا داير أمشي نيالة، عليكم الله نقولوني لنيالة، يا أخي نقولوني الضعين، يا أخي نقولوني السليلة، وقلت لا أمشي الضعين أمشي ما بمش، لأنه أن إحنا فقدنا جزء من التأهيل في الحتة دي. فده أنا بفتكر لو قدرنا تاني الخدمات الطبية أنواع وأشكال، يعني صح إنه الناس واحدين، الواحد عايز يعمل مثلا يدرس جراحة، عايز يدرس، عايز شايف الميكانيزيشن والتكنولوجي الماشي عايز يسوي ده، لكن في الآخر الناحية البلدية والخدمة الإنسانية دي يعني إحنا حق نركز عليها. والطلاب ده ممكن توزعهم لكل أغاليم السودان، أنا متأكد حيمشوا حيد، لكن غد يكون الوسائل المعيشة لو وفرناها، ودي سهلة، يسكن وين، يأكل، يشرب، في ناس ما بيرجعوا تاني، يعني حتى في ناس كثيرين مشوا المقاليم دي وقعدوا فيها. فلذلك أنا أفتكر لو قدرنا بس تقعد مجموعة من الناس وترتب كيف يا جماعة نحن نستفيد من أي زول درس طب في أي ما، لأن المجالات في الطب ذاتها واسعة وممكن نوزعهم، لكن ما نجي نقول كل الأولاد لازم يكونوا في الخرطوم وكل واحد داير يشوف التكنولوجي لآخر تكنولوجي ومش عارف إيه. فده أنا أفتكر جزء من الدراسة ذاتها حقها تتغير. نعم. بروفيسور خالد ياجي، هناك آراء في ممارسة الأطباء كبار السن لمهنة الجراحة مع تطور تقنيات وتقنيات الجراحة، هل الطبيب الجراح له عمر معين؟ شوف والله أنا أفتكر الزول الوحيد اللي ممكن يقرر إنه هو وصل الحد في المهنة أو في الوظيفة هو الطبيب. يعني أنا لاحظت هسه لو مسكت في أوروبا دي ما عندهم عمر، يقول لك والله أنت بعد 60 لك الحق أن تنزل المعاش، لكن ما بزول بينزلك أنت بعد كده. في ناس يجي قبل 60 يقول لك والله أنا عايز خلاص أنا عايز ننزل المعاش ما داير. في ناس يقعد 70 سنة وهو بيمارس، في ناس أكتر من كده يمارس. بعدين في حاجة مهمة جدا، الطب ده يا جماعة هو خبرة وتجربة ليس كتاب. فلذلك تلقى مرات كثيرة الناس الكبار واللي نحن نقول عجائز في الطب، انت مرات كثيرة تجد انه الحل عنده ما موجود في الكتاب، من التجربة بتقول لك الموضوع ده يا اخي بيعملوا فيه كده 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 اعمل فيه. والحكاية دي دايما موجودة في الأبحاث، يعني تلقى إنه أنت بتشتغل يشتغل معاك طبيب بعد تقوم تقول له الحكاية دي يا أخي ما موجودة في كتير أكتبها للناس. وده عشان كده أن إحنا يعني ما نمشي بالخدمة المدنية بتاعت إنه والله كده. بعدين مهم جدا كل ما الزول كبر كل ما تخلي له بيقدر يعطي يستمر في الطب، لأنه في الآخر هي مهنة وراها التجربة بتاعت الزول. ودي فيها أمثلة كثيرة مرت علينا في إنه ناس كبار لما تجي، يعني إحنا ما ننسى الليلة عندنا بروفيسور داود الزكر لما يجي نشوف مشكلة كده معقدة وبتاع الجماعة يقول لك يا أخي كده شوفوا بروفيسور داود رأيه في الموضوع ده شنو، تمشي يديك رأي أصل ما أنت كنت يعني بيخطر ببالك. ودي الحتة المهمة، لأنه الطب هو ما ليس جراحة ولا عمليات ولا كده، الطب واسع جدا، يعني سنترس هم شيوخ. أيوة. فدي مهمة شديد، ولذلك تلقاه حتى في أنا لاحظت في يعني تدربت في مانشستر وكده في عدد كبير كامل الجراحين العجائز كل اللي بيعملوا بيجي يوم العمليات تلقى قاعد في الحل الراحة بتاعت الجراحين وقاعد ونحن جوا شغالين. بعدين بعد ساعة كده يقوم يمد راسه يقول عندكم مشكلة كويسين are you alright، نقول احنا كويسين. مرات انت تلقى روحك بدعوك في حتة غلبتك، يمد راسه يقول لك شنو بتعمل في شنو، يقول له كده 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 اه وخلصته، لا والله ما لقينا.
أها عملت شنو؟ يقول عملنا كده وكده وكده. لا يا ابني أقلب الحكاية دي، بيعملوها كده كده ويرجع يقعد، تكتشف إنه لو ما هو كان قال الكلام ده كنا حنقعد نعك لغاية الظهر. فدي الميزة بتاعت الإيدج والعمر في الطب. بروفيسور خادياجي، هنالك أيضا أحاديث عن الأطباء الجراحين الماهرين بخفة اليد كمهارة إلى جانب العلم والمعرفة الطبية الجراحية، إلى أي مدى صحة مثل هذا الحديث؟ يعني جراح الفنان يده خفيفة. صح، هي شوف الجراحة دي أنا بفتكر هي فن أكثر مما هي يعني سباشنو، يعني لما تلقى الزول الصانع بيعمل الحكاية، لكن فيها فن كبير جدا لأنه فيها الرقة. يعني أنت عايز تعمل حاجة بطريقة رقيقة جدا وبمنتهى الخفة، يعني ما فيها العك الكثير ده، ما بتبقى جراح. لكن عشان كده تلقى مثلا زمان، أذكر يعني من الجراحين الكتار اللي مروا ناس، بروفيسور داود، سوري، بروفيسور مغربي، بروفيسور محمد أحمد حسن عبد الجليل، بروفيسور عمر بليل، يعني كمية من الجراحين العظيمين اللي مروا علينا ديل، انت بس تحب لأنه تحس انه في شغله زي المزيقة، يعني ما قصة نجارة ولا بتاع. وده ميزة الجراح مهما اختلف، حس التكنولوجي بيقى، لكن مع التكنولوجي ده انت محتاج للمهارة والرقة في استعمال الآلة او المكنة الجديدة، يعملها كيف، يوديها كيف. وهسه عندك في تقدم كبير جدا في كثير من العلوم، في العيون، في العظام، لكن رغم ده الطبيب الما متمكن بالرقة ما بي برضو تلقى عنده كوارث كثيرة ومشاكل كثيرة جدا. عشان كده العدد من المهم في الجراح هي الحكاية بتاعت الرقة دي والفن. يعني فعلا الطب ده في الجراحة هو فن أكثر مما هي نعم يعني طب. نعم مستمعي الفاضل، فاصل قصير ثم نعود. دون اللقاء سمعتها فعشقتها، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. FM 93.3 أثير جنة خرطجنة. سمعت صوتك لما تحكي، تخلي قلبك يثق من أول، وكل زول يفرح معاها، يبدأ يرقص زي خطاها في كل صوت، يسمع صداها ويبدأ يحسب عمر تاني، وينسى كل كان سواها. الخرطوم 93.3 صوت الجامعة، الريادة والتميز. صوت الجامعة هنا الخرطوم. مستمع الفاضل، عدنا بعد الفاصل لمواصلة من قطع من الحديث مع البروفيسور خالد ياجي. بروفيسور خالد ياجي، فتحت الدكتورة الراحلة خالدة زاهر الباب للمرأة لدخول الحقل الطبي، وحققنا نجاحا كبيرا في العمل، والآن يشكلنا الأغلبية في كليات الطب الحكومية والخاصة. كيف تنظر إلى الطبيبة المرأة؟ طبعا المرأة كطبيبة مهمة في مجالات كثيرة جدا. يعني بغض النظر عن مجتمعنا، يعني احنا مجتمعنا يختلف عن المجتمع الغربي اللي هو يعني المريض بيجي او المرأة بتجي، ما بهمها كثير انه الطبيب راجل ولا مرأة ولا حاجة. لكن احنا في الكلتشر حقتنا، في ثقافتنا، وانه المرأة بتحب انه تشوف مرأة. عشان كده المجال بتاع الناس في الطب، يعني خالدة زاهر رحمة الله عليها، ولما انت عندك سيدة الدرديري في أمراض النساء والولادة،
العدد كبير من الطبيبات، يعني أنا ما داير أقعد أسوي أسماءهم، يعني ديل يعني مهمين جدا في المجتمع بتاعنا، لكن كمان في نفس الوقت مرات أنا بعاين في مهن المرأة برقتها وحنانها وكده، في مهن شوية ما بتهزها رغم انه في عدد كبير منهم ابتدى. يعني لما تجي تاخذ الجراحه، عدد الطبيبات الجراحات ما عدد بنفس العدد بتاع الاولاد، لانه الجراحه فيها ستريس رهيب، والمراه ليست مكان ستريس وضغط، ودي حته مهمه جدا. لكن كمان في انواع الطب، يعني طب المجتمع ده عايز فعلا، يعني انت كرجل يعني المرأة والدكتورة احسن منك، عندها الصبر وعندها انها تتكلم مع سواء كان المريض راجل ولا مرأة، بتلقى فعلا هي بتأدي الخدمة احسن. في بعض المهن برضو يعني ليلة في الامراض اللي ما فيها ستريس الى حد كبير، امراض الجلدية، أمراض حتى أخذ الأمراض النفسية والسايكاتريك دي برضو. فلكن الحاجة اللي أنا بفتكر حقه نحن نحرص عليها، لما نقول زول داير يدرس الطب حقه من الأول يكون مؤهل. يعني في حاجة هسه ابتدينا نلاحظها، إنه في أفطى في محلة كده شوية مكتوبة دراسة الطب ويقبل ب51%. هي القصة ليست صنعة بتاعت دكان، يعني انت اخذ الناس اللي فعلا مؤهلين عقليا وكده لانهم يدرسوا الحكاية دي، واديهم بعد ذاك الخبرة. عشان كده انا بفتكر المرأة مهمة جدا. بعدين في محلات كثيرة، يعني الليلة انت يعني بتمشي ليك محلات الرجال ما بيمشوها، يعني ممكن ده كتير في الطب المجتمع وعملهم يعني جيد خالص. فأنا بفتكر يعني العدد كبير والعدد ماشي يعني كويس. بروفيسور خالد ياجي، قبل قليل أشرت إلى أنه برز في الحقل تعليم الطب العالي، يعني كوكب من الأساتذة الأطباء منهم بروفيسور داود مصطفى وبروفيسور محمد أحمد حسن عبد الجليل وبروفيسور أحمد محمد الحسن، وهم بمثابة الأساتذة والآباء المؤسسين للتعليم الطبي في السنان. فحدثنا بما عنا لك عنهم. شوف يعني أنا بالرات كثير أقول لهم الطالب بتاع الطب ده الشغلانة ما الكتاب ولا الفصل، أنت عايز الأستاذ بتاعك ده موديل، عبارة عن يعني حاجة انت بتقلدها، وبالتالي بتاخد منه كل الاشياء السمحة اللي هو بيعملها. وبتلقى الاساتذة ديل يعني الى حد كبير حتى لما يتكلم بيكلمك بطريقة انت ذاتك تلقى. عشان كده هسه لاحظنا في كلية الطب عدد كبير من الناس بيقلدوا، يعني لما يتكلم انت لو ما منتبه تفتكر ده بروفيسور داود اللي بيتكلم، تفتكر ده بروفيسور محمد حسن عبد الجليل، تفتكر انه دي بروفيسور مثلا احمد حسن، تفتكر انه ده بروفيسور داود، تفتكر بيقلدوهم حتى في المشي، لانه انت عايز لما تمشي جنتل بتاع. بعدين حتى في اللبس، وانا افتكر المهنه بتاعت الطب دي ليست يعني كالمهن الاخرى، يعني الخواجات يقول لك الدكتور ده بالنسبة لهم، يعني تلقى سيقول لك الدكتور ده he is next to God، الدكتور ده بعد الله انت ما عندك في إلا الدكتور. يعني انت بتقول يا رب تشفيني يا رب يا رب، بعد كده يقول يا جماعة الدكتور ده ان شاء الله يعالجني. فتحس بانه لو ما عندك الموديل ده في الطبيب، يعني لما تشوف طبيب مبهدل وبتاع قطع شك انت ذاتي، بتقول والله ده ما بداويني. والحكاية دي مرت علينا كتير، يعني بيجوا الستات الكبار ديل والله لما تشوف الدكتور تقول لك يا زول بس الدكتور ده ما تدخلوني له ما دايرة. ف
فده جزء. بعدين الطب ده فيه جزء كبير جدا هو نفسي. يعني ما تنسى انت قد يكون عندك وجع في يدك لكن المش زايد عليكم سوي الجانب النفسي. يعني تيجي تلقى مرات يجيك مريض وتتكلم معاه كل حاجة كلام جميل وبتاع وكده وبعد كده يمرق يحس بانه يتصلح مع انه ماشي انت مديته اي حاجة. فده الجانب المهم في يعني عشان كده الاساس بتاعنا في الكلية يعني انت لو بديت تحسب فيهم يعني تحس بانه دي الناس يعني فعلا وجود مهم. يعني انا افتكر ايا كان عجز ما عجز كبر بتاع خليه يجي يحوم بس لما يحوم ساكت كده بيدي الطلبة نوع من الثقة في العلم. وبعدين يعني طبعا حس الناس يعني الأعداد الكبيرة اللي بقت تتاخد للطب دي أنا بفتكر دي الكلام ده ما تمام لأنه الطب ليس كم الطب ده كيف. وبالتالي ما ممكن أنت يعني أنت بتتعلم الطب ده كيف بتتعلمه أنك بتتابع من زمان من ناس لو أخذت ابن سينا مين الجماعة دي هو ما قرأ في كلية ولا عنده بدكتوراه ولا عنده بتاع لكن بالممارسة الناس تابعوه وقعدوا معه بالزمن وبالزمن وأجيز زمان بتسمى الإجازة يبقى أجيز إنه الطبيب وبقى ده حس بقى الناس نسوا الحكاية. وأنا بفتكر حقها لازم ترجع حكاية إنه الطالب يجي ويدخل الفصل ولا يدخل القاعة ويسمع له محاضر ويمرق ويمشي طيب. أنا أفتكر ده ما بيتعلم طب ده ما تعليم الطب. الطب عايز انت يكون جنبك الاستاذ الطبيب اللي بيعلمك ده انت وهو ماشيين حجل في الرجل دخل العمليه دخل العنبر دخلت مع دخل بتاع شو. وده مهم جدا في الطب واساتذتنا اللي هم الاسماء اللي لو الواحد ذكر اسماء كثيره يا جماعه ناس عظيمين شديد يعني اللي في علموا الناس الطب واللي جو بعدهم وبعدهم يعني حاجة عظيمة. بروفيسور خادياجي ممكن الأطباء اشتهرتوا بالأناقة وبالرقة وباللطف لأنه خلى البنات يغنوا ليكم دم الدكاترة وهلم جرة هل ده كان واحد من العناصر حقت الجذب لهذه المهنة؟ والله إلى حد ما نعم أنا أفتكر كده لأنه يعني أنت لو جبت حس زملائنا والهسة موجودين يعني كانوا بيهتموا بال يعني حلقين الشعر وشاكين القميص ايوه يعني حتى من الحاجات اللي يعني الجماعه بيحكوها يعني واحد من الطلبه جاي يوم داخل ولابس له شبشب وفي نفس الوقت لابس له قميص فك زرايره كده والقميص بيبرى فجاء داخل فبروفيسور داوود شافه نادى تعال 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 قال لي أرجع بيتكم ألبس وتعال. فده بيوريك إنه ده جزء من التربية الطبية ده جزء منها. يعني أنت حتى أنا متأكد الشخص اللي بيشوفك بشكلك ده ما بيتوقع إنه أنت زول عندك أنت ممكن تشفيه ممكن تعمل له حاجة فيها مفيدة. فعشان كده بيجا في المجتمع الناس يعني يغنوا ليهم مش عارف ايه حاجات زي دي. فدي حاجة يعني لحد ما يعني كانت فعلا شيء. بروفيسور خادياجي كانت هنالك مدارس المساعدين الطبيين العمومية للعيون والأسنان والصيدلة إلى آخره. حدثنا عن إسهامات المساعد الطبي في الخدمة العلاجية خاصة في الأرياف وهل يمكن تطويرها ودعمها لتخريج كوادر تحتاج إليها الأرياف نسبة للعزوف الأطباء عن العمل فيها؟ شوف المساعد الطبي ده أنا بفتكر أهم شخصية في ممارسة الطب. يعني لاحظ إن الطب ده فيه أشياء ما محتاجة لأكثر من إنه خبرة إنه الزول ده في جلده ده كده ده الشيء الفلاني
بديه الدواء ما محتاج لأي شيء. في أمراض زي دي كثيرة وفي جروح وحاجات زي دي كلها علاجة محتاج إلى زول عنده خبرة في الشغلانة دي وإنه بيقدر يديها العلاج وما محتاجة لإنه يدرس الطب ذاته كله. الحكاية دي من الحاجات المهمة جدا. يعني الليلة الثانية الممرض المساعد الطبي ده ما هو ممرض درس التمريض يبقى معناه بيعرف يتعامل مع المريض وبعد كده بنعرف إنه الممارضة بتاعت المريض إنه ده عنده جرح بيعملوا له كده ده بينظفوه كده ده عنده دواء ده عنده بيغطوه بالشيل فلاني ده العيان ده بيتكله العيان ده بيقولوا ليه ما تنزل العيان ده. أنا المساعد الطبي لما تجي برضو يعني عنده الخبرة دي فبيقدر أول حاجة. يعني أنا ما بفتكر في منافسة بين وجود المساعد الطبي والطبيب الاثنين. نحن اشتغلنا في أنا مشيت لما أنت مشيت الضعيم مشيت المساعد الطبي زي بيعمل لك سكرينينج بيعمل لك تصفية بيجي الصباح العيادة قول فيها 50 عيان هو بيعين بيداوي منهم مثلا 30 ديل ما محتاجين لأي حبي العشرين ديك يقولهم انتوا اقعدوا ديل بيجي يشوفهم الطبيب اللي وصل إلى درجة من الطب ويبتدي يعمل يداويهم ويفحص داير فحص داير 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 حتى يعني. فالمساعد الطبي تاني بيقعد ليك في الغرية بيقعد ليك في المدينة الصغيرة وبيعرف الناس وبيعرف ليك بالذات يعني يقول لك ناس البيت الفيدل عندهم المرض الفلاني ناس ديل عندهم كده لأنه عايش معهم ودي ما بتتوفر في أي شيء. يعني أنا من الحاجات اللي استغربت ليها المساعد الطبي يا جماعة مهم جدا الليلة في الهند. الهندي ما كم 1.6 مليار مليار تصور إن ناس ديل في كل قرية عندهم مساعد طبي يقدم كل شيء يطلع نفر نفرين محتاج لطبيب مستشفى يرسله يبقى انت الخدمات الطبية موجودة في القاعدة بتاعتها دي يعني متوفرة. نحن هنا ما عارف في شيء مؤسف افتكر قفلوا مدرسة المساعدين الطبيين انا ما عارف القفلة ده قصده شنو. هو بيفتكر انه الطبيب ده ذاته لما انت تودي طبيب لغرية عشان يعمل شنو ما محتاج للمريض ده او في الغرية نحن محتاجين للشغلانة الطبية الاولية البيز دي اولية دي ما محتاجة لزول درس الطب ستة وعمل تخصص في الشيء الفلاني وبتاع ابدا هي رفاهية طبية بالضبط. فمعنى وبعدين انت عشان توفر ده لطبيب من ناحية مادية هتصرف وتصرف وتصرف لكن لو عندي مساعد طبي أنا أفتكر ما فيها يعني أنت ممكن في كل قرية تخط مساعد طبي يعني ما في المدن الصغيرة خط مساعد طبي مع الأطباء بيكون بالنسبة لهم مساعد فعلا بمعنى الكلمة. فأنا بفتكر حقه نرجع تاني الناس ما يفتكروا إنه لا نحن لازم يكون كلهم أطباء أبدا. هل افتتنا كثير بالتطور ده؟ والله يعني إلى حد كبير الناس نحن دائما بننظر لأوروبا. أوروبا دي لما منشبها الإمكانات اللي عندهم ما عندنا الحياة اللي عندهم ما عندنا ما في شيء دير زي ما قلت لهم والله إنت بعدين بتقول للسيستر هناك أنا داير الشيل فلاني. يعني أنا أذكر مرة في مانشستر في المستشفى بعدين كان داير لي حاجة لمريض فقمت قلت للسيستر كده شوف الحكاية دي فيه شوفيها لو فيه فزعجت جدا للكلام بتاعي ده. قلت لا مالك قلت لي what do you mean by available or not you just order and you get it فنحن هنا انت بس قوله نحن نجيب نحن هسه هنا ما عندنا ده متى ما كان ذلك ممكن هاي فنحن بننظر لده ودارين نبقى زي ده. لا يا جماعة ده بياخد زمنه والمجتمع يتطور ويمشي وكده سنين يعني بيننا وبينهم سنين. نعم بروفيسور خادياجي
في كلية الطب هنالك الأساتذة الأطباء الذين تأهلوا بالدرجات العلمية العليا من الماجستير والدكتوراه في الحقل الطبي في المجالات المختلفة، وهنالك الأطباء الأساتذة الأطباء في وزارة الصحة من المهنة بيجوا بدرسوا في كلية الطب، ومنهم بعض منهم بيبقى أساتذة في 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 كلية الطب. إلى أي مدى هذا النظام يتكامل مع بعض البعض؟ شوف يعني أن إحنا لما نعاين هسه أنا رأيي أنا أن إحنا حولنا الطب بدل ما هو دراسة مهنة ودراسة علمية حولناه إلى مدرسة، إنك أنت دار تدخل المدرسة دي وتتخرج. الكلام ده غير صحيح. التعليم الطبي أنت بتتعلم من الشخص الأكبر منك ممارسة وعلم، ده ما بيكون متاح إلا لو أنت قاعد مع الزول ده. يعني حكاية إنه الشخص يجي ويلغي لي محاضرة في المرض الفلاني ويمش، طيب ما أنا ممكن أقرأها في الكتاب والسلام عليكم. لكن لما أجي أنا ومعاه أنا داخل وداخل معاه، شاف المريض هبش به هنا هبش به هنا، عاين كده عاين كده، يقول لي ده عملنا كده لا نعمل كده، هنا ده التعليم الطبي. لكن عندنا دلوقتي بقى أنت تفتح كلية الطب، طيب يا أخي العلوم الأساسية في الطب ما موجود، إحنا ما عنده. أنا دار تدرس فيزيولوجي، أنا بكيمستري أناتومي، عايز لك آلاف الأساتذة، ما عندنا. بالتالي أنا أفتكر ده بيقلل من خبرة الطبيب اللي حيتخرج عندك، حيكون هو صاح بيعرف الحاجات الفوق فوق لكن ما بيقدر ينزل بيها في الأساس بتاعه، وده من الأشياء الخطرة جداً. ولذلك انه عندك كذا كليه طب، انت ما عندك عدد الاساتذه اللي بيمارسوا، ما هي قصه كتاب، ما عندك عدد الاساتذه اللي حيتعلموا الناس ديل، هي ليست محاضرات هي ممارسه، ويجب ان نؤكد الطب ممارسه قبل ان يكون اي شيء. عايز تتعلم الجراحه لازم تشوف الزول بيسوي في الجراحه قدامك، لا 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 مش تقراها. ودي من الحاجات اللي أسا يعني الليلة نحن عندنا كمية من كليات الطب، أنا أفتكر والله يا جماعة ده حرام. يعني كيف إنه الطلاب دي اللي بيتعلموا الطب كيف هيمارسوا الطب ده كيف من الكتاب؟ أنت ما بتقدر. زمان نحن بنشاكل في كلية الطب لما يقول لك الأستاذ عدد الأساتذة دايما بيربط بعدد الأساتذة، الطلاب بيقول لك والله كلية الطب فيها 200 طالب، ابقى انت طوالي بتعرف عايز كمستاذ، بتقسم بتقول مثلا انا عايز 200، انا عايز لي في الحتة دي مثلا 30 دكتور، كل عدد يعني احنا مثلا نجي في الراوند اللي هو المرور اللي ده. يعني احنا مفتكر انه انت كأستاذ عايز على الاقل معاك ما اكتر من 10 اطباء معاك، ديل انت معاهم طول الوقت، طلعت نزلت مشيت كده، وفي الآخر تتعلم الطب. ما قصة إنه 50 ولد معاك أنت هتعلمهم شنو 50 ديل؟ فدي من الحاجات اللي يعني الناس حقوا بشجاعة يرجعوا ويأسسوا للطب، وإلا هسه ظهر عندنا يعني حتى من الحاجات اللي أنا دائما بقولها الأخطاء الطبية. يا جماعة الأخطاء الطبية دلوقتي كله جريدة تكتب، زمان ما في، ليه؟ لأنه كانت دراسة صحيحة، العدد اللي بيمارس الطب عدد معقول. لكن حكاية أنت دلوقتي عندك آلاف الأطباء، صح هو حافظ، حتى لو حافظ الكتاب الممارسة بتاعته بتكون ضعيفة، فحقه نرجع نلم الكليات دي كلها، ما نلغيها لكن نلمها، يعني ما في حتة يقول لي فيها كذا، نلم الكليات دي ونوزعها بالطريقة العلمية الصحيحة، والناس في اللي بيقدروا يسووا ده. بروفيسور خالد ياجي، تحول تدريب الأطباء من كلية الطب بجامعة الخرطوم إلى مجلس التخصصات الطبية، وحدث جدل كبير عند تأسيس المجلس وسط الأطباء. حدثنا عن دور مجلس التخصصات الطبية مقارنة بالتجارب البريطانية والمشابهة والأوضاع المشابهة يعني عربيا وآسيويا. شوف زمان عندنا كان
التخصص بتعمل الجامعات. انت عايز تتخصص في اي علم بتمشي في الكلية ذاتها، القسم اللي فيه سواء كان جراحة باطنية، أمراض نساء ولادة، بخاع صاب بتاع، كل الحاجات دي هذا القسم موجود بياخد عدد الأساتذة الطلاب على عدد الأساتذة اللي ممكن يعملوا هذا التدريب. ودي الحتة الجميلة اللي قلت فيها إنه القصة ليست كتاب، والتدريب ذاته ليس مجرد إنك أنت تجي ودعاي من بعيد وتمش، لازم إيدك تلمس. فده كان التدريب في الجامعات، لسبب ما صاح العدد اللي بيتخرج قليل، نحن عايزين نزيد العدد. هو الزيادة بتاعت العدد ده ليست بإنك تنشئ مؤسسة جديدة، لكن لأسباب مختلفة جدا. الحكاية بتاعت مجلس التخصصات ده أنشئ لأسباب معظمها قد تكون سياسية بالظروف اللي هنا. المجلس ده ليس جامعة ولا مدرسة. الليلة عندنا برا كليات، الكلية الملكية في بريطانيا، الكلية الملكية في اسكتلندا، هذه الكليات هي مهمتها في الآخر تجيز التخصص أو الناس الدارين يتخصصوا بعد ما تدربوا في المستشفيات على أيدي الأساتذة المعاهم. ليس هي إنك عشان تجي أنا ما داير أعمل تخصص وبعدين أقول للزول أمشي والله مدرمان مع فلان. طيب إيش مدرمان مع فلان؟ فلان ده ما أستاذ، هو طبيب بمارس الطب بالطريقة اللي هو يعمل بها الخدمة. عشان كده في حاجة اسمها مستشفى تعليمي، في حاجة اسمها مستشفى جامعي، في مستشفى، لأنه مهمته بهيئ نوع من التخصص بالطريقة الصحيحة. وده من الحاجات اللي فالمجلس هسه محتاج إلى كثير من التغيير، عشان لأنه ما في، أنت ما عندك يعني المجلس كل الناس اللي بيدرسوا أو بيدربوا فيه ناس متطوعين، وبعدين متطوعين في المستشفيات، فده ما كفاية أبدا. فالحكاية محتاجة الناس يقعدوا تاني وشوفوا التخصصات دي يعملوها كيف، والناس تتخصص كيف، وتجهل الجامعات دورة شنو في التخصص. ما لأنه أنت تخرجت يعني حس الناس بيتخرجوا، بعد ما تخرج مشى الدرس في مشى مستشفى، بعد شوية بيجي يسجل نفسه للتخصص في الحاجة العايزة، بعد كده بيوزعوه للمستشفيات مع ناس ما عنده يعني هي طوعية أكتر مما هي أي شيء. يعني هو ما يعني الأستاذ اللي بيجيك بتمشي مدرمان للفلان جراح صح وكل شيء، لكن هو يعني ليس معلم. بعدين معلم. فده مهم جدا الناس يبقوا جاي يعني الأشياء دي ما فيها، يعني أنا أفتكر الكلام في الحياة دي مفروض يكون ما فيه حياة، الناس يقولوا الكلام عديل إنه حقه نعمل كده كده كده، وهسه الكثير من الناس يبتدوا يراجعوا الحاجات دي. نعم. بروفيسور خالد ياجي، هنالك الممارسات الطبية الشعبية زي الحجامة والفصادة والكي ما زالت تمارس في إطار محدود الآن، ولها أثر في السنة النبوية، ما هو موقف الطب الحديث منها؟ والله يشوف يعني طبعا الأشياء الطب يتطور صح، يعني أنت ما في الزمن لو رجعت 1000 سنة ولا 2000 سنة ولا كذا سنة صح، في ممارسات كانت ولها يعني الحجامة، الجروح أنه يفصد الزول يسوي هي صح. يعني الليلة اللي عنده ألم شديد في ظهره زمان كان بيعمل الحجامة، هي القصة شيل الألم، فأنت بتديه نوع من العلاج بيزيح الألم اللي كان عنده، وده طريقة صحيحة ومورست لفترة طويلة. ولحد هسه في المجتمعات اللي ما عندها خدمات طبية بالتطور اللي حصل بتمارسها، لكن يعني أن احنا ما يعني انت ما بتنتقد، لكن بتقول انه العلم تطور،
والتطور ده موجود في كل مجال. يعني في الزمن ده كانت حاجة فعلا مفيدة وتذكر في كل المجالات. نعم. فرصة الخادياجي الآن بتنشط سوق مستحضرات التجميل، وقبلها نشطت عمليات التجميل البحت، وشاعت في الوسط الفني، بل في بعض البلدان مثل إيران تزدهر فيها جراحة الأنف، وتوجد عيادات جراحات تجميل في كثير من المدن الأوروبية والأمريكية. ما هو رأيكم في هذه المسألة؟ شوف، جراحة التجميل يعني هي الناس بيقولوا جراحة التجميل، لكن في الحقيقة هي يعني هي جراحة التركيب، لأنه انت بتجي في التجميل ده بيكون في شيء ناقص في الزول، أو في خلل في الحاصل في الإنسان انت بتصلحه، ولذلك تلقى مثلا حتة ما فيها عضل تخدت ليها عضل، حتة ما فيها عظم تخدت لها عظم، حتة ما فيها حتة معوجة تستعدلها. ده شيء هو التركيب اللي هو ده جزء كبير جدا من جراحة التجميل، ويمكن ده الأكبر. يجيك التجميل البحت اللي هو الزول ما في حاجة، لكن يجي واحد يجيب لك صورة يقول لك شوف أنفدي أنا دائرة زي ده. ده هنا في الحالة دي انت بتشوف ده فن، ده فن. انت بتقوم تقول والله انا لو عملت كده، وليها مقاسات وكل حاجة، يعني ما قصة اقطع وسوي. بعدين بتلقى انه انت مثلا جراحة الانف لما تجي تعملها ما بيعملوها جراحة الانف دي، انت دار تصلحها بتصلحها من جوا الانف، لانه ممكن تشلخني بيه برا وتقول لي صلحت لك انفك. ففيها الفن بتاع ذاته نوع الجراحة، وده شيء يعني شيء من الحاجات اللي بعدين الناس جراحة التجميل دي من المهن اللي إلى حد كبير بتعتمد على دقة العمل، يعني ما ممكن ما فيها عجلة، عايز لأنه زي بالضبط أنا بتقول لهم زي أنت رسمت لوحة بعد شوية تيد عين تعمل لها شوية رتوش كده عشان تصلح دي تعمل كده. ده التجميل البحت، مهم جدا في انه الناس يفرقوا بينه وبين حكاية التجميل وساي. فدي من الحاجات اللي هذه. بعد كده بيجيك الناس يقول لك والله قالوا يعمل كده، قالوا لي جمله. في مرات انت هو ليس انك تعمل الشيء جميل، ولكن تستعدله. يعني ده من الحياة المهمة جدا في الناس في جراحته. صح، ظهرت بعض المواد اللي بتحقن وبتاع، العنده حتة منخفضة يملوها ليه عشان تصلح، العنده مش عارف حتة هنا، ده موجود المواد دي، لكن لحد الليلة المواد دي ليست خالية من المشاكل. يعني بيحقنوك بها بعد سنة سنتين حتلقاها عملت مشكلة، لكن الناس ما بقولوا اليوم الكلام ده، انه الواحد ما بيعرفه لغاية ما بعدين يفاجأ به يقول لي اخي، يقول لي والله اختلت. هنا بقى تدخل في المشاكل. فجراحة التجميل يعني من بعدين هي مهمة جدا في الجراحة. يعني الليلة اي جراح ايا كان بيحتاج لأخصائي جراحة التجميل، لانه بيستعدل له اشياء كثيرة جدا يكون ما عارف دي أتمها كيف، بتمها ليه، عضلة ناقصة بتمها ليه، أنا بالتكنولوجي بتاعنا في على سطح الجلد عايز تغطي، عندنا التكنولوجي مختلف إنك تجيب من وين وتخط وين وتغطي كيف. فعشان كده بتلقاها كتير. نحن حس لما نشتغل مع الجراحين بنشتغل في مجموعة بتاع التيم، عشان كل واحد فينا يعمل الحاجة اللي هو بيعملها، وده يتم للحتة دي، ده يصلح للحتة. لكن يبدو أنه كلمة تجميل دي ما دقيقة. كلمة تجميل دي يعني أنا يخيل لي حسب ما يقال أنه زمان كان في الحروب التتار والحاجات دي كان أهم شيء الجيش اللي بينهزم، الجنود بتاعينه كلهم كان إما الجندي بيقطعوا اضنينه أو بيقطعوا أنفه. لما حتى يحوم في المدينة ده جندي مهزوم،
فالناس بدت عشان أنا أبقى ماشي بأنفي ما يسوى ابتدى يدخل إنه الصناعة بتاعت الأنف صناعة للأضان. الصناعة دي مشت لغاية ما بقت من الذهب. يعني تلقى واحد جناي عامل أنف من الذهب مغطي بيها وشه، بقت حكاية. عشان كده بقت تجميل، بقت حاجة جميلة والناس ما تقدر تنده ذهب حاجة، يعني ما كلام تاني، ما تقدر تقول كلام. بروفيسور خالدياجي، يمكن جراحة التجميل سبقتها جراحة الشلوخ، وهي جراحة شعبية وكانت يعني من فيها قيمة جمالية. لماذا اندثرت هذه الشلوخ والوشم؟ أيوة طبعا، الشلوخ زمان أول ما بدت كانت هي كنوع غبلية، يعني كل قبيلة عندها وسم بيعملوه. بعد ذلك من ناحية الكلتشر بتاعت القبائل أو الناس، وجدت إنه ذاته أنت لما تعمل شلخة بتدي نوع من الشكل اللي بتجمله. وتلقى الحكاية دي لو مشيت في المتاحف تلقى كثير من الحاجات دي موجودة في كل المتاحف، تلقى الوجوه مشلخة معمولة كده، بتبقى فعلا جميلة. بعد كده بتلقى الناس ذاتهم بيبتدوا ذاته ينظروا للجانب الجمالي بتاعه. وفعلا الليلة انت لو عاينت لبعض الناس القدام وعاينت للشلوخ تحس بانها حاجة جميلة، ما بتحس بانها هي ليست شيشين. لكن التطور بتاع الحضارة والإنسان وكده ابتدوا ينظروا لها كنوع من الأذى، إنه أنت لما تشلخوا بتألموا بتسوي وكده، وما نظروا للجانب اللي أساسا اتعملت له اللي هو الناحية الجمالية. وفعلا هسه أنا مرات كثيرة لما أتعاين لبعض الصور بتاعت الناس تحس بأنه الوجه جميل بالشلوخ دي، فده الجانب الجمالي. لكن احنا نظرنا وبعد كده ابتدى الناس ينظروا لها من ناحية حضارية، الدائرة تزيل الشلوخ لأن الشلوخ دي عيب، معناه أنت زول متخلف. ابتدوا ينظروا لها من الجانب ده ونسوا الجانب الجمالي الفني فيها. فأنا افتكر ده الحاجة اللي حصلت. نعم. بروفيسور خالدياجي، يمكن الفترة بتاعت الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات لغاية الألفين من القرن الماضي شهدت الابتعاث إلى بريطانيا وإلى كثير من البلدان الأخرى للتخصص، واشتهر كثير من الأطباء أنهم تخصصوا في كلية الملكية للجراحين وكلية الملكية للباطنية إلى آخره، وإنت من بينهم. وحدثنا عن أهمية الاحتكاك الخارجي والتدريب الخارجي، وإلى أي مدى إحنا وطناه عندنا على أساس أنه يعني نكتفي بالاحتكاك المحلي. شوف يعني لازم نحن نعترف أنه الإمكانات الموجودة عند الأوروبيين، لو نحن بس روين حتى والأمريكان سوديل، الإمكانات اللي عندهم كبيرة جدا. بعدين هم سبقونا في تجويد الأشياء دي، سواء كانت أنواع الجراحة الباطنية وكده. فبقينا نحن بنمشي ما عشان يعني نحن بنمشي من هنا، بيكون الدكتور لما في السودان قول جراحة بيكون اشتغل جراحة كثيرة جدا، ولما يمشي هناك لما يدخل مستشفى ويبتدي يشتغل معاهم يمكن بيشتغل أكتر منهم وأحسن منهم، لكن بيفقد الحتة الصغيرة بتاعت الفاينينج أو سميها يعني التيونينج بتاع الشغلانة، إنك أنت بيعلموك تعملها كيف بطريقة فنية رائعة كده. بنتعلم ده، بعدين بنتعلم كتير من الأشياء التانية اللي هي أسس الأشياء، يعني حتى كيف نحن المريض كيف نتعامل معه، كيف نتكلم معه، كيف ندخله. اللي هي هسه يا دوبك نحن هنا ابتدينا ندرسها، حكاية الآداب الطب وحكاية انك تدرسهم انه الإثيكس بتاعت الطب ابتدينا زمان هناك بنتعلمها منهم. انت بتشوف الجراح بيقعد مع العيان كيف
بيتكلم معاه كيف كحد كل السبيقة الجزء هنا من الامتحان. وطبعا الحكاية دي أن احنا مشينا بيها واستمرينا فيها، لكن لما نعاين احنا في ظروفنا الحالية ما عندنا الإمكانية بتاعت انه نحن يعني نعمل الأشياء دي، لكن بقينا الناس المشوجو نقلوا شيء كتير للشباب هنا في التعليم الطبي وكده، لكن برضو نحن محتاجين لأنه نبعث برضو البعثات دي ما نقيف منها، لأنه دائما الناس دي المان صح سبقونا في تطور فاتونا، نمشي نشوف، والزول الشاف ما زي الزول السمع ساكت. فدي من الحاجات المهمة جدا اللي موجودة في الكليات الملكية هناك، المستشفيات التدريبية هناك، يعني هناك عندهم يقولك المستشفى ده بتاع خدمة سيرفيس هوسبيتال، المستشفى ده تيتشينج هوسبيتال، الخدمة ده دي اللي بقريك لبتاع لا شيء، داير أنا جل عيان أعمل لك كده 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 السلام عليكم، ما دارين أي كلام تاني. التيتشينج هوسبيتال دي بقى فيها النظام كل حاجة حتة 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 نتعلم ده وخلي أولادنا يتعلموا، ولذلك كثير منهم بيمشي بيعجب بالشغلات وما بيجي راجع، يقعد قبل هناك لو الحكاية يعني صحي. فنحن محتاجين يعني حس أشوف آسيا ابتدت تأخذ من الأوروبيين الحكاية دي ونجحوا فيها، أسه نحن شبابنا بيمشوا يتدربوا في آسيا بنفس المستوى الأوروبي، فنحن برضو محتاجين لأنه نحن نمشي في الحكاية دي شوية شوية وناخدها منهم ونقول لنا. بروفيسور خالد ياجي، ممكن سؤال أخير، لماذا نجاح باهر للأطباء السودانيين الذين يتدربوا في بريطانيا في الكليات الملكية دي؟ شوف يعني أنا بفتكر النجاح أساسه إنه هو هنا اشتغل سواء كان باطنية جراحة بتاع أي شيء اشتغله هنا، لما مشى هناك بقى هو يعني أنا مرات مع الواحد لوين، لكن مرات أنت بتشتغل بتكون أحسن من الخواجة اللي شغال معاك لأنه أنت تدربت كتير، أنت كل اللي محتاج لينه الشغلانة دي بس حبة تصلح فيها التجويدة حبة أو تغني المعرفة تغني أيوة دل بعدين دلشي بعدين بيربط العلم بالمعرفة بتاعته بالمرض ذاته، يعني الربط ده مهم جدا، يعني ما هي أنت عملت الشغلانة دي ده. طيب أنا عملتها، طيب هل خلاص ده آخر ما يمكن يتعامل، ما كان ممكن نغير نعمله كذا، ده عندنا هنا ما في، هناك بيبتدوا يعلموك الحكاية دي اللي هي بسميها الانوفيشن اللي هي تطوير، انت بتشتغل حكاية طويرة بيعملوها كده، شوف انه ممكن تعمل شنو بطريقة تانية يمكن احسن يمكن اسرع يمكن ده كله ده اللي بيحصل هناك من ناسنا اللي بيمشوا وبيجوا راجعين. عشان كده بتلقى الاساتذة اللي بيجوا راجعين ويدرسوا الناس طريقتهم وكلامهم يختلف عن الزول اللي ما مشى، ودي بتلقاه واضحة كتير. مستمعي الأفاضل، كنتم مع البروفيسور خالد ياجي أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة الخرطوم والناشط النقابي والسياسي في انتفاضة رجب أبريل 1985 ورئيس نقابة أطباء السودان الأسبق ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي ومؤسس مشارك في حزب المؤتمر الوطني في فترة الديمقراطية الثالثة. والشكر للأستاذة نفيسة عبد الجليل في التسجيل والإخراج، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على إذاعة جامعة الخرطوم تتابعون رموز وأفكار، نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم.
إنهم أثر الحياة العلمية الأكاديمية والمعرفية، عملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام. رموز وأفكار من أعداد وتقديم محمد القاسم محمد.